ايوه. وبعثه النادي الاهلي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب وصلت بالفعل الحمد لله على متن طائره خاصه الى قطر طبعا عشان يخوضوا مباراه السوبر الافريقي امام نهضه بركان المغربي يوم الجمعه الجاي ان شاء الله. طبعا الكلام ده بيحصل بعد ما انهى الفريق مهمته في جنوب افريقيا بمنتهى النجاح وحسم بالفعل تاهله الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. الاهلي عنده مباراه قويه جدا، مباراه مهمه جدا، والفريق ده طبعا النادي الاهلي زي ما عودنا دايما بيبحث دائما عن لقب جديد يضاف الى سجلات النادي على مستوى افريقيا وخصوصا الالقاب اللي كان بقالها فتره محجره معانا حبيبي. ايوه صحيح. يعني عايز اقول برده حاجه، احنا فعلا غابت عندنا بعض البطولات ولكن قدرنا ان احنا نعود مره تانية، ويمكن ان شاء الله ده بقى يستمر، يعني باذن الله ده هيستمر، وزي ما احنا بنقول كده العشرة ومزيد من البطولات بتنتظر الاهلي، واعتقد احنا ماشيين برضو في الطريق السليم. خليني اقول لحضراتكم ان التحضيرات لمواجهه بقى هنا يعني الفريق المغربي في كاس السوبر ابتدت خلاص، وما عندناش وقت، احنا عايزين نركز في اللي جاي، عايزين يبقى كل التركيز والدعم كمان من قبل الجماهير اكيد المباراة القادمة. احنا عندنا لعيبة، مش هنقول بس على لعيبة رجالة، احنا بنتكلم ان احنا بنلعب بشكل احترافي، وهي دي النقطة المهمة. وفي نقطة او في كمان لمسة وكلمنا عليها قبل كده واعتقد لازم نركز عليها تاني ولازم نعيدها، فكرة برضو حضور كابتن محمود الخطيب ان هو مرافق للبعثة، ده بيبقى ليه دلالة كبيرة جدا ويبقى ليه انعكاس على المعنويات للعيبة بشكل يعني اعتقد. وكمان عايز اقولك على حاجة، مش بس اللعيبة، انت لما بتروح كده بتعرف كجمهور ان طبعاً الخطيب طبعاً برضو مرافق لبعثة النادي الاهلي او موجود في مباراة حتى لو بتقام في القاهرة، ده اعتقد ان هو بيدي دفعة كبيرة او اطمئنان كمان للجماهير اللي بتكون بتتفرج. ثقة يعني كبير. انا بتفق معك، فكل التوفيق ان شاء الله. وعايز اقول لحضراتكم هي البعثة على كل حال يعني راحوا من او طاروا من مطار جوهانسبرغ وبس وقفوا ترانزيت في اسوان وبعد كده روحوا للدوحة، فهي طبعا رحلة شاقة لو احنا هنتكلم، اكيد هي رحله شاقه بكل المقاييس، ولكن ده كان افضل برده من ان هم يجوا مصر وبعدين يسافروا مره ثانيه، لان انت برده عارف انت في المود، انت طبعا في تركيز طبعا. فاعتقد دلوقتي برده الجديد ان هم منتظرين نتيجه المسحه لغايه بعد كده لما يعني يعرفوها، وان شاء الله تكون يعني سلبيه، وبعد كده يبتدوا يتحركوا، لان انت عارف هناك الموضوع فيري ستريكت او يعني طبعا ما فيهوش هزار يعني. فان شاء الله دايما كده نسمع اخبار جيده. وبرده على ذكر يعني هوند السفريات الطويلة والمرهقة، الحقيقة برضو كلمة حق لازم تتقال، الإدارة لم تبخل على الفريق، خصوصا أن الفريق زي ما كنا بنقول بيتحرك من ماتش لماتش، من دولة لدولة، من مطار لمطار. فالحقيقة يعني الإدارة بالكامل وبطبيعة الحال كابتن محمود الخطيب موفرين كل سبل الراحة عشان الفريق يقدر يعني يؤدي المطلوب منه. فريقنا فعلا محتاج دعم كل الأهلاوية في كل مكان، يعني خصوصا أن احنا بنتكلم على بطولة السوبر الإفريقي اللي كانت غايبة عننا النادي الأهلي بقالها أكثر من 7 سنوات. ان شاء الله تكون من نصيبنا السنه دي، واملنا طبعا في رجالتنا اللعيبه الرجاله للفوز بالبطوله وحصد لقب افريقي جديد ان شاء الله.